السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم المكنسية. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الخليع اللي كيوجد في 24 ساعة بإذن الله، وغتقدموا لكم ماما ان شاء الله. نبدأ ان شاء الله في المقادير. عندنا كيلو ديال اللحم، كيلو ديال اللحم مقطع طريفات متوسطة، ها هو. عندنا راس ديال الثومة كامل بالقشور ديالها، كتحيدوا غير داك القشره الكبيره، وديك القشره اللي كتكون لاصقه على الهبيره كتخليوها. ها هي عندنا معلقه كبيره ديال الخل، وعندنا معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الكمون، وعندنا زيت الروميه والزيت وزيت العود، زيت البلديه. هادو باش غن التوابل ديال اللحم. وعندنا الشحمه، هذا الشيء ديال الطياب. عندنا الشحمه تقريبا زلافه كبيره ونص ديال الشحمه، زلافه كبيره ونص ديال الشحمه. بالنسبه لهاد السوبيره راها كبيره، جمعت فيها انا زلافه ونص ديال الشحمه، قطعوها صغير طريفات صغار. واللي بغات تحكها في الحكاكه تحكها، ديروها في المجمد، ديروها في الفريغو وتجمد ديك الشحمه وحكوها في الحكاكه. انا ما كنتش عوانه غندير الخليع اليوم، جاتني على غفله، داكشي علاش ما حكيتهاش. غنحتاجو نص سيترو ديال الزيت الروميه، غنحتاجو معلقه كبيره ديال الكمون، وغنحتاجو معلقه صغيره ونص ديال الملحه، حيت حتى اللحم راه درنا فيه معلقه. وغنحتاجو جوج معالق كبار ديال القزبر يابس. القزبر يابس اللي نطحنوا على يديكم كيكون باقي فيه الريحه، كيكون باقي فيه الجهد. غندوزو دابا الطريقه. غنطحنوا ديك الثومه اللي درنا ياك ماما، غنطحنوا الثومه بالقشور ديالها، يا ماشي مشكله ماما، غنطحنوا بالقشور ديالها الثومه كامله غادي تطحن. بالنسبه اللي بغات تحكها في الحكاكه تحكها، ماشي مشكل. غنديروا اللحم ديالنا كامل، شي جبانه اللي غنخلطوا فيها. هانتي بالجلود ديالها البنات، هاد الثومه كي جات غنزيدوا عليها الثومه اللي طحنا، غنزيدو عليها الملحة ومعلقة صغيرة ومعلقة ديال القزبر يابس ومعلقة ديال الكمون، غنزيدو عليها معلقة كبيرة ديال الخل. وغنزيدو زيت الرومية تقريبا واحد ثلاثة ديال المعلقات هكذاك، وغنزيدو قياس تقريبا 3 د المعالق حتى هما ديال الزيت البلديه، وغنخلطو هادشي كامل. الخليعة البنات ديال الميمات راه ماشي بحال ديال البنات اليوم فرق كبير، كتكون فيه سبحان الله كتكون فيه البركه. من بعد غنديروا له نغلفوا بالورق ديال السيلوفان، غنغلفوا البنات بالبلاستيك الغذائي، وغنخليوه ليله كامله، حاول ليله كامله نديروه في الثلاجه ونخليوه يشرب ليله كامله، وديك الساعه نكملوا.
البنات من بعد ما اللحم ديالنا شرملنا وخليناه ليله كامله، هاي دخلات فيه الشرموله هي مزيان، غنحطوه غنخويوه في الكوكو في طنجره ولا معلك مع ديك البصله اللي درنا، عفوا مع ديك الثومه اللي درنا بالزايد تعلك. ها اللحم ديالنا ها هو، غنضيفوا له جوج كيسان كبار ديال العنبه ديال الزيت الروميه، يعني زيت العاديه. وغنضيفوا له الشحمه اللي ذوبنا البارح، ها هي الشحمه اللي ذوبناها، غنزيدوا له جوج ديال المغارف، نهزوا منها جوج ديال المغرفات. ها المغرف الاولى، ها المغرف الثاني، وغنزيدوا له الكمون، وغنضيفوا له القزبر يابس، وغنشعلو عليه البوطه وغنخليه يطيب على مهل. غنقصو نقصو مزيان من البوطه، خليه غير فتيله يعني يطيب على مهل، باش حيت ما ديري معاه لا ما لا حتى شي حاجه غير داك لاكريس والزويته اللي درنا، يطيب حتى تحسو باللحيمه ديالنا راه طابت. بالنسبه اللي عندها اللحم شويه كبير، اللحم شويه يعني كبير، ديرو من الاحسن في كوكوط وتسد عليه باش يطيب لها دغيا. اللي عندها اللحم فتي ديرو غير في شي طنجره وتخليه يطيب. البنات الخليع ديالنا ها هو وجد، خليناه خليته تقلى مزيان، يعني نقص من البوطه، يعني كتخلي غير ديك الشميعه، يعني حتى اصلا ما درنا له لا ما حتى شي حاجه، كيطيب غير في ديك الزويته وديك الشحمه. خليناه حتى شرب مزيان نهائيا، وكيتحمر. هانتي اللحم، هانتي لاحظتوا، هانتي كيتحمر، هانتي هانتي ولا محمر بحال خارج من الفران، ها تحمر مزيان، يعني صافي راه وجد. اما ملي كيكون مازال ما محمرش، يعني راه مازال خاصو الطياب. ملي تشوفو تحمر وقصحت له الجلده مزيان، عرفو راه وجد. من بعد غنخويو ديك الشحمه اللي طيبنا، غنخويوها كامله على هذا الخليع هذا، ولكن راه شويه بدا كيبرد، يعني راه بدا كيبرد شويه، هو باقي سائل، هانتي راه باقي سائل ولكن راه سخون. الكوكوط هانتي سخونه، غنخويو عليها هاد الشحمه هادي اللي درنا البارح، غنخويوها كامل عليها. البنات الخليع ديالنا ها هو وجد بطريقه سهله ومبسطه بالنسبه اللي ما عمرها دارت الخليع، يعني خلطت ما بين الطريقه ديال زمان ديال والدينا وما بين الطريقه ديالنا ديال اليوم، حاولت نبسطها بالمعاونه ديال ماما، هي اللي عاونتني باش انني نقدم لكم هذا الخليع. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى انني نكون رضيت المتتبعات اللي طلبوني هذه الوصفه هذه، وكنتمنى تجربوها واللي جربتها تخلي لي تعليق.